مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من بوب أوب نيوز. كنتلاقاو بكم كل نهار من اثنين حتى الجمعة باش كنتقسموا أخبار متنوعة وكنشوفوا أيضا ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخرا كتروج رسائل مشبوهة في واتساب. رسائل مشبوهة في الواتساب وكذلك في لا ميساجري العادية، يعني في الرسائل العادية، ولكن شركة واتساب هي اللي تكلمات على هذه الرسائل المشبوهة وطلبت من الناس أنهم يحذوا راسهم، وهذا الشيء أكدته تقارير من الهند حول استخدام هذه الطريقة لسرقة الأموال. في بعض الأحيان كيكون عرض أعمال وكتعطاك شي حاجة ديرها وكتاخذ شوية ديال الفلوس، ولكن بعد هما كيعاودوا ياخذوا لك كل شيء وكذلك البيانات الشخصية، فما تثيقوش أي حاجة كتشوفوها. راه الخدمة ماشي بالإس إم إس ولا بواتساب، الخدمة عندها قواعدها. نشوفوا أخبار واحدة أخرى في الزابينغ. يلتقي جمهور حسن الفد مع عرض النجم المغربي هوئيس كبور يوم غد الأربعاء بقاعة ميغاراما بدار البيضاء. الأبواب ستفتح على الساعة 8 ليلا، والعرض سيعرف مشاركة متميزة للمبدعة مونيا المكمل في دور فتيحة. تمثل جامعة محمد الخامس بالرباط من خلال فريق ريبريك لماستر التدبير المالي والمحاسبات والضريبي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أجدال المغرب في مسابقة إنجاز العرب المزمع تنظيمها في قطر بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الفريق سبق وأن توج بالجائزتين الوطنية والجهوية ويبحث الآن عن تألق عربي. دخل المخرجان السينمائيان المغربيان فوزي بن سعيدي وهشام الأسري غمار المنافسة على جوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 45 التي ستنعقد فعاليتها خلال الفترة الممتدة بين 15 و25 من شهر نوفمبر المقبل. ويشارك هشام الأسري في المهرجان بفيلمه الوثائقي من الرقية حارة الذي ينافس ضمن مسابقة أفاق سينما العربية. من جهته يخوض فوزي بن سعيدي غمار المنافسة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان من خلال الفيلم الروائي الطويل الثلث الخالي. المغاربة كابلين خلال فجعة الحوز جندوا نساء ورجالا من أجل دعم المنكوبين سواء ماديا ولا معنويا، وبين الأسماء اللي سمعناها كتير وشفناها على أرض الواقع كتشتغل هي والمؤسسة ديالها لبنى العموري. وطبعا الحضور النسائي كان كبير جدا في مناطق الحوز وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا شيء زوين لأنه كنشوفوا نساء ورجال خدامين لأجل هذا الوطن. لبنى العموري عندها المؤسسة الخيرية ديالها وكانت فاز بجوائز على المستوى العربي، وثبتت بأنه أي حاجة نقدروا نديروها إذا كانت العزيمة. جاوبت على الأسئلة ديالنا من خلال الروبورتاج. في الساعات الأولى من بعد زلزال يوم الجمعة في إقليم الحوز جمدنا جميع الموارد المادية والعينية للمؤسسة وانطلقنا بدون تردد لعين المكان باش نمدوا يد العون والمساندة لجميع المتضررين من الزلزال. الحمد لله كان واحد التجاوب منقطع النظر. الساعات الأولى ما شاء الله تلقينا مساعدة عينية كثيرة جدا 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 من مغاربة الخارج ومغاربة الداخل، وهذا شيء ماشي غريب على المغاربة اللي هو شعب متضامن متكافل واللي دار ملحمة تاريخية وعطى صورة رائعة جدا للعالم على تلاحم ملك وشعب وبيننا أننا يد واحدة في السراء والضراء. خصنا نرجعوا نتشبتوا بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستغفروا مولانا، نطلبوا الله يرزقنا الثبات، لأن في رمشة عين الناس كثيرة خسرت كل شيء، وحنا احنا يعني احنا كمواطنين اللي عشنا الزلزال في المدن خرجنا وخلينا كل شيء مورانا. لذلك في واحد اللحظة بسيطة سوى الغني والضعيف والفقير، وناس فقدت كل شيء وناس ما بقى عندها كل شيء. لذلك هاد الشيء خصو يكون لدرس كبير أنه ربي كبير وممكن يعطينا كل شيء دقيقة ويدي منا كل شيء في دقيقة. تلقينا دعم كبير من طرف المتتبعين، كان دعم أيضا من طرف السلطات المحلية، أطقم طبية، من طرف الجيش، كل شيء كان متضامن، لأن هذا كان واحد العمل تطوعي جبار يحتاج لوجيستيك يحتاج توجيه كبير جدا. إحنا لمدة 15 يوم إحنا متواجدين في عين المكان، فكان الفريق ديالي مشكور جدا من المنبر متواجد في مختلف المقرات ديالنا في المغرب، كانوا كيجمعونا المساعدة وإحنا كنتلقاها وكنوزعها في عين المكان. إحنا اشتغلنا في الحوز في شيشاوة سرودات فورزازات، غطينا أكثر من 70 دوار ولله الحمد بفضل دعم ديال المغاربة ودعم ديال السلطات المحلية. هذا هو المغربي.
تكلمنا في بداية الحلقة على الرسائل المشبوهة اللي وصلت لمجموعة من الناس سواء على عبر الواتساب أو عبر الرسائل العادية، فهي وصلت الآن للتليجرام. من طبيعة الحال كيف ما قلتي صامت في بداية الحلقة، فهما تيطمعوك بشي حاجة، إما فرصة عمل ولا حويجات أخرين، غير انتبهوا من طبيعة الحال إلى ما كتعرفوش الرقم، فمن الأفضل ما تجاوبوش. هادشي اللي كاين، وإلا جاوبتوا راه هما كيحاولوا أنهم يطمئنوكم ويقول لكم بأنه الخدمة ما كتاخذ إلا دقيقة، ولا غير حاول وجرب ما تجربوش. شكرا لكم على متابعة البرنامج، كنتمنى أنكم تكونوا قضيتوا وقيتة زوينة معنا. يمكن لكم تشوفوا الحلقات السابقة عبر موقع قناة ثانية دوزيم.ما ولا الأبليكاسيون ماي دوزيم. السلام عليكم.